سيادنا السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقه ديال اليوم. اليوم غادي نتكلموا على مراحل حياه مشروع. فبطبيعه الحال اي مشروع كيدوز من مراحل اساسيه. المرحله الاولى الا وهي مرحله الانطلاقه لو لانسمون دو بروجي. فهاد المرحله خاصنا ما امكن نلعبوا على لا فيزيبيليتي والظهور ديال البروجي ديالنا اون كريون لو بوز اترافير دي بارتناريا اترافير شي ouverture des clubs ou là à travers des influenceurs. La marhala thania, بعد مرحلة الانطلاقة, الا وهي مرحلة النمو او لا la phase de croissance. فهاد المرحلة à travers واحد المنظومة سيرية داخل فيها الثمن, المعاملة, الجودة, كليان كيجيب لي كليان والعائلة ديال الزبناء ديالي غادية وكتكبر. مور مرحلة لا كروسونس كتجي مرحلة النضج او لا لا فاز دو ماتوريتي. فهاد المرحلة ما نحتاجش ندير مجهودات كبيرة للتعريف بالمشروع ديالي لحقاش هو فارض بلاصتو في السوق. فهاد المرحلة الا ما درنا شي حاجة جديدة ديال الابتكار الابداع شي قيمة مضافة للزبناء ديالنا او للزبناء المحتملين ف كيموتنا الحوت. بهاد العبارة على سبيل المثال نذكروا شركة نوكيا او لا سوني اريكسون فاش ما كانش تطوير ديال البورتابلات ديالهم. وعلى سبيل المثال كذلك الى عقلتوا البورتابل هادي شحال كان صغير مع التطور ديال التكنولوجيا داروا فيه البورتابل تاكسيل طورات الامور الكاميرا في الفيرسو وطورات الامور كذلك للسيلفي. فاي مشروع اي خدمة اي منتوج خاصو تطوير مع مرور الزمن باش ما يوليش ديباسي. نتمنى تفعلوا معايا في التعليقات ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله. الى اللقاء.